لو انت اتأخر حملك حزينة وزعلانة، رحت لدكاترة كتير ومش عارفة ايه السبب، او فعلا في سبب، عايز اقولك ان اكبر سبب في تأخر الانجاب هو سبب نفسي بحت. النهاردة بأمر الله هنحط ايدينا على الحتة دي وهتدعيلي من قلبك. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ابني بيت سعيد مع دكتور اسماء سعيد. ناس كتير بيحصل لهم تأخر في الحمل، يعني مثلا تلاقيها أول سنة جواز ما حصلش حاجة، تاني سنة ما حصلش حاجة، تالت سنة أو ممكن تكون لسه في السنة الأولى عملت كل المحاولات، راحت لدكتور واثنين وتلاتة واربعة، كلمت دكاترة واحد، بتاخد منشطات، بتعمل كل اللي عليها، بتقول يا رب بس لسه ما حصلش حاجة. عايز أقولك إن أنت لفيتي كتير، صح؟ اسمعي بقى الكلمتين اللي جايين دول، لان هم ممكن يكون فيهم رسالة مهمة ليك. ربنا بيقول لي في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني ممكن يكون سبب تأخر الحمل، مش ممكن، ده أكيد سبب نفسي، ومش هيتغير الواقع اللي انت عايشاه إلا لما تخش تغيري ما في نفسك، وده بوعد ربنا، مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده كلام ربنا. طيب إزاي، أو إيه اللي أنا عملته، أو إيه اللي أنا مفروض أعمله، أو إزاي أسرع من الموضوع دوت؟ هحكي لكم الأول على قصة حد جالي، كان تقريبا من سنة ونص كده. يا دكتور أنا بقالي 10 سنين مخلفتش، يا دكتور أنا مش عارفة أعمل إيه. عايز أقول لكم إن أنا نفسي قصة البنت دي أبهرتني أنا قبلها هي شخصية. إيه اللي حصل؟ قعدنا اشتغلنا مع بعض على حاجات كتير، غيرنا ما في نفسنا. طبعا انا هقول لكم على خطوات كتير النهارده بامر الله، مش هسيب حد كده. قعدنا نغير بالخطوات اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي. المفاجاه الكبيره بقى ان هي عملت حقن بعدها، هي اصلا كانت بتعمل حقن كتير جدا جدا وبرده ما كانش بيجيب نتيجه. المهم دخلت عملت الحقن بتاعها وطلعت ان هي حامل في 3 ولدين وبنت. عايزه اقول لكم ان هي من كتر فرحتها، انا نفسي كنت فرحانه جدا جدا جدا، ان هي كانت بتتمنى حد، خبطت وفرحه العمر بتيجي في لحظه. ممكن تكوني نفسك في كذا ونفسك وهتجنني وقربتي خلاص على سن مش عارفه ايه، وقعدتي، وممكن تكوني ايا كان بتسمعي ظروفك ايه، خلي عندك ثقه في رب العباد واشتغلي مع الخطوات اللي انا هقول لك عليها وهتفرحي. يعني هتفرحي، ربنا اسمه الجبار، بيكبر بالخاطر، بيكبر بالخاطر. رقم 1 عشان تخرجي من المرحلة اللي انت فيها دي خالص وتحليها، افهمي رسالة ربنا ليكي. ايه ده بقى؟ بصوا الآية دي، بسم الله الرحمن الرحيم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات فتنة لعلهم يرجعون. ايه ده يعني ايه؟ رسالة تأخر الحمل طالما جواه ألم، الرسالة دي بتقولك ان انتي ماشية غلط، ان انتي فيه حاجات في حياتك انتي عاملاها غلط، زبطيها. بس مجرد ما توصل الرسالة الدنيا تزبط معاكي. اقعدي بقى مع نفسك كده ورقة وقلم، شوفي بتعملي ايه غلط في حياتك. هل انتي مثلا بتقعدي تنمي على دي وبتتكلمي على دي وهكذا؟ لا. هل انتي بتاكلي اكل مش صحي؟ زبطيها. هل، لان اي ألم معناه رسالة، اي ألم معناه رسالة لعلهم يرجعون. بمجرد ما تفك الرسالة والشفرة هتبتدي تتظبط حياتك. الست دي لما اللي انا حكيت لكم عنها من شويه، لما قعدنا اتكلمنا مع بعض، هي بالمناسبه كانت عملت 6 محاولات حقن مجهري وفشلت. مع مجرد ما ظبطت كل الحاجات دي كلها ابتدت ان هي الموضوع، يعني مش قادره اوصف لكم، 3 توأم هي فرحانه بيهم فرحه لن تتخيلوها. يا رب تفرحوا كلكم كمان بامر الله. يبقى رقم 1 ايه؟ افهم رساله ربنا. يا رب انا ايه اللي انا بعمله غلط؟ طب انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله غلط. اقعد اسال ربنا، يا رب ايه اللي غلط اللي انا عملته استحقيت بيه ان انا اوصل لكده؟ يا رب طب سامحني واغفر لي. ودي الخطوه الثانيه، الاستغفار. انت مش متخيل الاستغفار ممكن يعمل ايه، ولكن ليس بعدد. الاستغفار ليس بعدد، ما ينفعش استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر. انت كده بتغني، انت كده بتلعبي. المغفره اللي بجد، غمض عينيا
وبص ربنا، اللهم اني استغفرك واتوب اليك. استشعر استغفار ربنا ليه؟ حاسس ان في نور نازل من ربنا بيغسلني بكل كياني، حاجات سودة بتتشال مني. طبعا في طريقه للاستغفار مهمه جدا انا عاملاها بجلسه استرخاء، ممكن تاخدوها، مهمه جدا، بتشفط كل حاجه جواكي. تحس انت كده عامل زي ما تكوني عارفه واخده نفس جميل كده، تحس انت زي ما تكوني اتغسلتي من جوه. يبقى زي ما قلت لكم، افهم رساله ربنا، بعديها الاستغفار. وطبعا ربنا قال عنه في القران: وقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم. كبري ربنا جواكي. والله حتى لو رحت للدكتور وقال لك صعب، لو رحت للدكتور وقال لك اصل جوزك عنده مشكله كبيره، لو رحت للدكتور وقال لك اصل سنك، اوعي تصدقي حد. كبري ربنا. فاكرين السيده اللي راحت لسيدنا موسى قالت له ادعوا لي ربك ان انجب طفل؟ قال ايه؟ لما راح لسيدنا موسى لربنا سال ربنا قال له اني كتبتها عقيم. راحت له تاني قال اني كتبتها عقيم. راحت له تالت قالت له اني كتبتها عقيم. لحد ما في اخر مره راح شافها لقاها ماسكه الطفل، فقال لها مين ده؟ قالت له ابني. راح لربنا قال له يا رب انا سالتك كتير وقلت اني كتبتها عقيم، بس في الاخر ربنا قال له ايه؟ كلما قلت عقيم قالت هي رحيم. ودي الخطوه المهمه، اوعي تيأسي من الدعاء ابدا. الدعاء يغير قدرك حتى لو عقيم، ربنا يغير قدرك، ربنا يسرع من اللي انت فيه كمان. يعني ايه يسرع؟ يعني يجيب لك باسم سريع الحساب. طب والدعاء يا دكتور عادي؟ لا، عندي حاجتين في الدعاء. اول حاجه خالص، اسمعي حلقه الدعاء بتاعت ليله القدر، مهمه جدا، كنت منزلها في حلقات رمضان، مهمه جدا جدا جدا. رقم اتنين، الدعاء بالاسماء الحسنى. خدوا بقى الاسماء دي اللي ليها علاقه بيكم. رقم واحد، الوهاب. ربي هب لي من لدنك. أدعية الهبة كتير جدا في القرآن. الرزاق، العزيز، خير الوارثين. الرزاق قلتها لكم، الوهاب، ذو الفضل. عايز أقول لكم الأسماء دي هتفرق معاكم قوي. طبعا نماذج التأخر الإنجاب في القرآن، وواحدة بقت خلاص عاقر وربنا يعني رزقها، أنتوا مش متخيلين. فاكرين بسم الله الرحمن الرحيم، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أهو ده اسم من أسماء ربنا، خير الوارثين. دايما قول الكلمة دي، بس ما تقولهاش بترضاء، يعني بلوكلوك. بشوف ناس كتير عنت أدعية تأخر، مش عارفة إيه أدعية إيه ده كده. وكن ودعيها من قلبك، عارفة إذ نادى ربه نداء خفية، يا رب يا خير الوارثين، يا غفور يا تواب. وده بقى الخطوة اللي بعدها، المغفرة. الخطوة اللي بعدها خطوة الشكر، ولن تتخيلوا هتفرق معاكم ازاي. ربنا قال لي في القرآن: لئن شكرتم لأزيدنكم. وانا كنت عاملة في الكتاب بتاعي جزء انك انت تشكري عن النعمة قبل ما تحصل. ده اللي انا اشتغلت معاه مع الست اللي انا قلت لكم عليها، مش قادرة اوصف لكم بقى. الشكر مع الشكر ستمسح ارقام الاطباء. مع الشكر مش هيبقى فيه ولا غم ولا هم ولا حزن، نعيم فليتم نعمته علينا كلنا. الشكر نعمة من رعب ربنا علينا. لو تقدري تشتري الكتاب يكون أفضل لك، الكتاب صورته هتلاقيه أرقام التواصل كلها موجودة، بسيط جدا، رخيص جدا، سهل جدا. وأنا منزلة فيديو عن شرحه ازاي تستخدمي الشكر، هيحرك الكون كله عشان يا ربنا يرزقك بأكتر مما أنت تتخيلي. الشكر مهم جدا. بعديها الصبر. الصبر بقى ده سحر، انا عامله حلقه كامله عن الصبر، كانت اخر حلقه في رمضان. اسمعوا الحلقه دي مهمه جدا جدا، اسمها اصبر الصبر الجميل تقريبا، حلوه جدا جدا، ممكن برضو تستخدموها. خدوا بقى اهم يعني معلومات في الحلقه كلها، وصممت ان انا اسيبها للاخر للناس اللي كملت الفيديو. بس السعي، اسعى ازاي يا دكتور؟ مش ان انا اروح لدكتور واخد علاج، ممكن اعمل كده بس مش بس، امال اعمل ايه؟ واحد، اكل صحي. حفزي عقلك، خلايا جسمك كلها محتاجه الاكل الصحي، ركزي على الاكل الصحي شويه. الاكل الصحي اللي في الخضار والفاكهه، ويقول لك وقف الفاكهه، قولي له انت بتحلم انت. يعني في ناس كتير قوي دلوقتي بيقول لك وقف فاكهه، الا وقف اكل منها بس باعتدال، مهمه جدا. وبعدين الخضروات والفاكهه، البروتين بشكل سوي، ازود جامد جدا في السمك والحاجات دي، اكثر الحاجات اللي فيها اوميجا 3.
اخد الفيتامين والمعادن اللي جسمي محتاجها، مهمه جدا. خدي اوميجا 3، خدي مالتي فيتامين، مالتي مينرالز، وظبطي كل ده هتفرق معاكي. وخدي بقى الحته اللي جايه دي، زيت الزيتون سحر، وانا عامله حلقه كامله عن زيت الزيتون في القناه الثانيه بامر الرحمن، ابقوا شوفوها. طب يا دكتور زيت الزيتون احطه على اكلي بس؟ لا، ادهنه. ادهنه فين يا دكتور؟ ادهنه على الرحم، ادهنه على العضو التناسلي بتاعي. تاني، زيت الزيتون ادهنيه على الحاجتين. زيت الزيتون نور، تعرفين يعني، حتى في حديث عن الرسول كله منه وادهنه. جربي وانت بتدهني، قولي الاسماء بتاعت الحسنى، وقولي اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. حطي ايدك اليمين عليه واقراي الفاتحه ومعوذتين وايه الكرسي على الرحم، وتحت حطي واعملي كده بس. جربي وهتدعي لي، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، وبسم الله الحي، بسم الله العزيز، بسم الله الوهاب، بسم الله خير الوارثين، بسم، وادعي كده. ولما تيجي تستغفري ما تستغفريش عادي، قولي اللهم اني استغفرك واتوب اليك على الذنب اللي انا عملته يا رب، اللي استحقت بيه ان انا يتاخر حملي لحد دلوقتي. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. استخدمي الخطوات دي كلها، ولقيتي نفسك لسه في حاجات جواكي مش قادره، عايزه حد يساعدك، يبقى ايه، تشوفي حد مختص، تحجزي معاه جلسه، هتظبط لك الدنيا جواكي، وبامر الله هتفرحي. هتفرحي اللي نوى وقال يا رب وما يأسش، والله ربنا ما هيكسفه ابدا. اعملوا لايك، دي بمثابه شكر ليا، يا رب تكون الحلقه دخلت عليكم بالنفع والطمانينه، وبامر الله هتيجي بعد كده وتكتبي تحت الفيديو يا دكتور انا ربنا كرمني بكذا، يا دكتور انا ربنا كرمتني، لان ربنا كريم. ما تعبطش البني آدم ولا الظروف ولا اللي انت فيه ولا الدكاترة ولا الأدوية، اعبد رب الظروف ورب العباد ورب البشر. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اعملوا شير لأي حد ممكن تكونوا شايفين ان عنده تأخر للحمل ويتدخل عليه بالنفع، يعب النفع عليكم وعليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.